وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله العساف، رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مساء الخير دكتور عبد الله. كما تعلم وكما كشفت الأدلة أيضا أن النظام الإيراني يقوم بتوظيف جيشه الإلكتروني وشن حرب سيبيرية يستهدف فيها شعبه ودول المنطقة، كيف تقيمون مثل هذه السياسات التي ينتهجها نظام الولي الفقيه؟ طبعا إيران اليوم لم تترك سبيل من سبل الشر إلا وانتهجته وعملت كافة السبل لأنها تمتلك أدوات هذا الشر والإضرار بالعالم. لذلك جهزت فيالق إلكترونية للإضرار بالعالم بشكل عام، بالاقتصاد، بالثقافة، بالتربية، بتزوير التاريخ والجغرافيا، بالتهديد، باقتحام المواقع، بالدخول على المصارف، بتعطيل منصات اقتصادية حيوية تستطيع أن تنفذ إليها عبر العوالم الخفية أو عبر البنى التحتية التي يصعب اكتشافها. في البداية قامت النظام الملالي بإنشاء هذا الجيش الإلكتروني وجعله أحد أذرعة الجيش الإيراني، لكن عهد به مؤخرا إلى الحرس الثوري، فأصبحت هذه الفيالق الإلكترونية مدربة. استطاعت إيران من خلال علاقاتها بروسيا أن تستقطب عدد كبير من القراصنة الروس لتوظيفهم واكتساب خبراتهم، وبالتالي ضرب مواقع في كل مكان في العالم، في الولايات المتحدة وفي المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي غيرها من الدول عبر جيوشها الإلكترونية. فلذلك أنشأت النظام الولي الفقيه النظام السايبري هيئة كبيرة جدا ترتبط بنظام الخامنئي المرشد الأعلى للثورة، يتم توجيهها، يتم اليوم الاستفادة من جميع التقنيات العالمية في الصين وفي غيرها من خلال توظيفها بشكل لا يمكن للعالم الآخر اكتشافه. إذن هي لم تعمد إلى هذا العمل اللي يسمى اليوم حرب الجيل الرابع وحرب المعلومات اللي هي سرقة معلومات الآخرين، التي هي أيضا الدخول على معلومات الآخرين والإضرار بها وما يترتب عليها من مشاكل كبيرة جدا، قد تتعلق بطائرة في الفضاء لا تستطيع الهبوط، قد تتعرض بمنظومة صواريخ يمكن التحكم فيها عن بعد، وبالتالي الإضرار بالعالم. إذن هذا هو نظام مارق، نظام لا يستطيع اليوم أن يعيش ويتوافق مع عقلية القرن 21. النظام اليوم يجب أن يصف العالم أجمع للحد من هذا النظام، بل للعمل بيد واحدة لاستبداله. رأينا خلال الفترة السابقة كما أسميتموها ثورة الجياع، أنا في اعتقادي هي ليست ثورة الجياع بل هي ثورة ضد النظام، ما أخرج اليوم الثوار من مختلف إيران. نعم مختلف دكتور عبد الله، دكتور عبد الله عفوا، تفضل. في اعتقادك كيف يمكن للمعارضين لسياسة النظام الإيراني سواء في داخل إيران أو خارج إيران مواجهة الجيش الإلكتروني التابع للنظام؟ طبعا يجب أولا أن تتسلح بما يتسلح به الآخرين. إيران اليوم استخدمت خلايا وأسماء مستعارة وصور مفبركة لأشخاص داخل الدول المستهدفة. إيران شكلت أفراد وكيانات وشركات تقنية في عدة دول. إيران أنشأت خلايا ومعرفات جديدة بأعداد كبيرة. اليوم إيران تعمل أيضا على استصدار مثلا بيانات رسمية مزورة للأضرار بالشعب، للأضرار بالوافدين في دولنا دول الخليج العربي. أنشأت سرايا الأسر والأشتر و14 فبراير في البحرين وغيرها في المملكة وغيرها في حزب الله في بيروت وفي العراق. لديها غرف عمليات نشطة، غرف إعلامية نشطة. إحنا اليوم ليس لدينا هذا العمل، علينا اليوم أن نعمل في مثل هذا العمل، عمل أكثر عمل تقني وعمل تحصيني. علينا اليوم تربية الإعلامية، التربية الإعلامية لأبنائنا للجيل كيف يستخدم هذه الوسائل، وأن دولنا مستهدفة وأن هناك رسائل اليوم لا تصبح جنديا في جيش العدو من خلال تبنيك دون أن تعي ودون وعي للشائعات، الانسياق خلفها، الانسياق خلف معرفات مجهولة، حتى وأن كانت معرفات بأسمائنا وبأسماء دولنا وبأسماء تراثنا دون أن تعلم وتتحقق أنه هذا شخص حقيقي وليس وهمي، ما ينشره هل هو صحيح، هل هو مفيد. لا تصبح اليوم أنت آلة للتمرير، يتم تمرير من خلالك عدد من الرسائل التي يمكن لا تعي أبعادها ومحتواها وأهدافها. إذن اليوم هذا الجانب التوعوي مهم جدا. الجانب الآخر على دولنا أن تتبنى أيضا نظام تقني كبير جدا للتصدي لمثل هذه الهجمات. هذه الهجمات هي حرب المستقبل التي تحاربنا بها إيران دون أن يكون للآخرين سلطة عليها أو معرفة من المتسبب نعم فيها. نعم
من الرياض دكتور عبد الله عساف رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.